تأثيرها على مدى الأضرار التي بتصيبها في القطاع الخاص بدرجات الحرارة. فطبعا معظم الأبحاث اللي متقدمة هنلاقيها بتتكلم طبعا في محاور المؤتمر ده، الأساتذة وضحوا المحاور. إن شاء الله يبقى يومين، هيبقى مؤتمر على خلال يومين، هيبقى من خلاله هنطلع بنتائج ملموسة. وطبعا تمعاتنا بالدكتور أحمد عرون في مؤتمر السبق، ويبقى في جزء تطبيقي في سايد فيزيت المرة دي، ولا اسمه ايه؟ بقينا أحدث. بي ار عارف. أخيرا مش هطول عليكم، طبعا بشكر السادة الحضور، زملائي طبعا شكروا واحد واحد، فطبعا عشان ما انساش حد بشكر الأساتذة اللي حاضرين، بشكر المتعلمين، بشكر طبعا الأستاذ بتاع دكتور أحمد عرون، وطبعا أخيرا وليس أخيرا زي ما بيقولوا دايما بشكر القسم بتاعي، قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة جامعة طنطا، لأن لولا مجهودهم في حاجات كتير ما كناش نقدر نشارك في نشاطات كتير، طبعا دي إحدى النشاطات اللي بنشارك. شكرا. عايز اقول برضه اشكر الحقيقه استاذنا الدكتور علاء فريد تواجده معانا، الدكتور ابراهيم مبروك، الدكتور عبد العزيز، احمد حسني رضوان او الدكتور احمد حسني على تشريف المؤتمر. ويعني سعيد، انا بقالي فتره ما شفتش احمد من فتره، لكن الحمد لله انا فاكر ان شفت احمد. الدكتور جمال كوري طبعا مش محتاج اشكره، الدكتور جمال كوري ده في قلبي يعني من جوه. يعني أنا سعيد إن أنا اتخرجت في معهد القاهرة، معهد القاهرة من 3 سنوات، أنا معظم أعضاء قريش قسم العمارة، استضفتنا دكتور منى وجهت دعوة لمعهد الصرافي كلهم، طبعا أستاذنا دكتور إبراهيم مبروك العميد الأسبق في معهد القاهرة وفي كلية الهندسة جواد حضرتك شرفنا. ودايما دكتور ابراهيم يعني صاحب فضل عليا انا شخصيا، وهو اللي يعني استقبلنا في معهد القاهره انا وكل الفريق اللي قاعد فيه، وده شرف لنا وجودك معانا دكتور ابراهيم دايما، وشرف لنا اساتذتنا كلهم. انا هقول لحضراتكم شويه فاكتس كده استقبلني دكتور ابراهيم بيقولها، ان اللجنه العلميه مشكله من 54 استاذ وأستاذ مساعد من 40 جامعة ومعهد وأكاديمية مصرية وعربية ودولية. حضراتكم عندكم في البروشور أسماء اللجنة العلمية. السنة من العام الماضي المؤتمر بتاعنا مصمم مؤتمر دولي على كل البلاتفورم المياه العالمية، هتقروا على كونفرنس ألارت أو أليرت، هتقروا على كونفرنس أول. من العام الماضي الحمد لله رب العالمين النشر عندنا جميع الابحاث سيتم نشرها في جورنال، وذلك احنا طبعين الارس او بوكلت، لان هتبقى حقول ملكيه للنشر للجورنال، جورنال كليه الهندسه جامعه طنطا وجورنال الاي اي بي الاندكس سكوبس. تمام، كان الاختيار الجورنال طبقا للباحثين وطبقا لموضوع البحث. كل البيبر اللي هتتعرض الفاينل فيرجن بتاعها افتر ذا كونفرنس اكوردنج للديل بتاعنا مع الجورنالز، ان الكومنتس والريكومنديشنز اللي من البورد ومن الحضور لازم الباحثين يموديفاي البحث بتاعه بعد ما يخلص ويعمل الري سبمشن الفاينل سبمشن على البلاتفورمز المختلفه. فدور حضراتكم التفاعل مع الباحثين هيسر، انا شايف طاقم دراسات عليا ورا يعني مش عاجبهم كلامي. تمام، لكن ان شاء الله كل حد من حضراتكم له اضافه علميه حاليه وسابقه وقادمه اثناء فعاليات المؤتمر. يسعدنا احد السبونسرز بتوعنا المشروع البحثي اللي انا بتشرف بقيادته مع فريق كبير من 7 جامعات. السنه اللي فاتت قدمنا لكم سايد فيزيت وقدمنا لكم كوشنير، السنه دي في سيميوليشن في ار سيميوليشن للمشروع بتاعنا، وفي هتشاركوا معانا برضه في استكمال رحله
مشروع البحث بتاعنا ان شاء الله، ويعني بقياده الدكتور ايام عمير مع الفريق بتاعها. في من ضمن الفعاليات ان في مجموعه من الشباب المعماريين حابين ياخدوا ارائكم في الكوستشنير تاني عشان الزملاء بتاع فينيسيا. هم مجموعه من الشباب الخريجين عندنا من المعهد والمعيدين، وعايزين يعملوا الديزاين اكوردنج يور ايديز اند ريكومنديشنز اللي هيوزعوا على حضراتكم الكوستشنير. يعني انا دايما كنت بقول للفريق احنا عايزين نطلع باقصى استفاده من المؤتمر، مش اقصى استفاده ان احنا ننشر ابحاث. يعني طبعا الطريقه راحت تمام لكن بالنسبه لطلاب الدراسات العليا عايزين دكتوراه وماجستير، والاساتذه والاساتذه المساعدين عايزين ترقيه الله يرحمها لكن ان احنا نتعرف على بعض ده جزء. هيبقى في ساعه للنتوركينج اثناء البريكس، ان احنا نتعلم من بعض، ان احنا نشارك افكار بعض. يعني اي ميت مستر دانكن ان افلا 2022 from 3 weeks, I think that, and I invite him. We meet. He saw our presentation, and he have made a project in Dubai. We talk. I told him, "Why do you like to come to Egypt and visit us and introduce your brilliant work to us?" Just from conference, we met. Just to came here. In Fikra, in Nihna. نتقابل ونتبادل. استاذنا الدكتور خالد دايما كنت اكلمه يقول لي احمد انا مبسوط ان المؤتمر بيجمع الناس. خليك استاذ الدكتور مصطفى الشناوي يقول لي احمد جمع الناس. السنه اللي فاتت هو طلع الدكتور مصطفى الشناوي استاذ واللي علمني الالبن وشرفت بالدراسه طول الوقت، وبعد كده خدت الدكتوراه بالهامه وخبرته. قال لي احمد تجميع الناس دايما مهم. فده مجهود مش فرد، ده مجهود فريق. انا عندي فريق قسم العماره بمعهد القاهره، 6 دكاتره واساتذه مساعدين و12 معيد ومعيده ومدرس مساعد. مجهودهم بالاضافه لمجهود فريق جامعه طنطا، بالاضافه لفريق دول تربيه اللي شغال دلوقتي معانا اونلاين دولي. يعني مجهود رائع من كل الناس، ويعني نسال الله ان يتقبل. وبشكر حضراتكم وبستاذن حضراتكم بفقره التكريم نيابه عن جميع الحضور واللجان. الاستاذ الدكتور منى سليمان هتكرم مجموعه من الاساتذه نيابه عن كل المشاركين والحضور، ونبدا بتكريم استاذنا الاستاذ الدكتور محمد ابو المكس. الناس كوره مزيانه. أستاذ الدكتور خالد دمطار رئيس مجلس الإعلام. We would like to thank Mr. Duncan for his visit and his conflict. ممثلين عن الفريق التنظيم هم رؤساء اللجان اللي شاركوا في التنظيم، ومش عارف اقدم مين اول مين اخر. فيعني كلهم لهم كل الود والاحترام. اساتذه كل حد منهم اشتغل اكثر من 200 ل 300 ساعه عشان المؤتمر يطلع.
اساتذه قسم العماره بمعهد القاهره دكتور هيام عوير. ايوه الرئيسه بتاعت الاتصال بتاعت الاهلي. انا شايف ناس بيشاوروني يقول لي التكريم بتاعنا يا دكتور التكريم بتاعكم في معهد المعادن. ايوه ماشي والله هو كل واحد بذل مجهود بحب. يعني انا ادعي السنه دي انا ما بذلتش مجهود كافي لان انا كان ورايا ناس بتتفانى في الشغل والله ويعني كل ما ننزل يا دكتور محمد عايزين فلوس عايزين كام؟ دكتور خالد عايزين في عندنا بتاع 30 ميمبر عايزين نحكمها ارحمني تمام. انا سعيد وفخور ان انا مع حضراتكم وبشكركم جزيل الشكر جدا 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 ويعني اتمنى ان تغفروا لنا اي تقصير جميعا وهنبدا الفعاليات هناخد بريك عشان نغير المنصه وبعدين استاذنا الدكتور خالد الله يديم الدرس. شكرا جزيلا وشرفتونا. صور وندفع احنا نبعت لها الحاجات توصلها ازاي؟ مفيش بوستات لها دلوقتي افتحي مفيش بوستات لها مفيش بوستات لها هو مين اللي ماسك البتاع ده؟
ممكن تسوده علشان الناس عماله تبان بوشها وضهرها. يعني سود الكاميرا لحد ما نبتدي تاني. انا هاخد دلوقتي الكاميرا عشان اوصل للزوم ميتنج. افتح زوم ميتنج حالا. Yeah.